حول نشاطات أم القرى ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام للمنظمة الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد القادر، بداية لو تطلعنا أكثر على حملة المنظمة الأخيرة في مخيمات الحبانية. حياكم الله، بداية شكرا جزيلا لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. في الحقيقة هذه الحملة هي ضمن سلسلة متواصلة من المنظمة في تقديم الحملات لأهلنا النازحين في مختلف المناطق التي يتواجد فيها النازحون، في المخيمات في الحبانية وفي العامرية وفي كذلك في الخالدية وغرب الأنبار. هذه جاءت هذه الحملة بعد الاطلاع الميداني على أحوال النازحين في هذا المخيم، مخيم الحبانية، حيث يقطنه أكثر من 2000 عائلة موجودة في هذا المخيم. استطعنا الحمد لله أن ننظم حملة وزعت المواد الغذائية من المواد الغذائية الجافة على 1000 عائلة موجودة في عدد من المخيمات ضمن هذا المخيم الكبير، وطلعنا على أحوالهم وظروفهم الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وهذه ليست الحملة الأخيرة، وإن شاء الله هناك حملات أخرى قادمة في برنامج المنظمة ستكون خلال الأيام القادمة إن شاء الله. طيب كيف تصفون أحوال النازحين عامة في العراق، وإلى أي مدى تحتاج إلى المزيد من الجهد لمساعدتها ورفع المعاناة عنها؟ بالتأكيد يعني أحوال النازحين ومعاناتهم مستمرة وكبيرة. يعني هم يعيشون ظروف إنسانية صعبة وقاسية في ظل نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الطبية، فضلا عن قساوة الظروف المناخية في فصل الشتاء حيث الأمطار الغزيرة التي غمرت خيامهم هذه المختلئة خلال الأيام الماضية، وهو في الحقيقة ما زاد معاناتهم أكثر، وأيضا زاد الحاجة لمزيد من المساعدات من الغذاء والدواء والفروش والأغطية، فاحتياجاتهم كبيرة ومستمرة في هذه، حيث هناك ما زال أكثر من 40% من النازحين خلال السنوات الماضية لم يعودوا إلى مناطقهم ودورهم، فهؤلاء ما زالوا في الخيام. طبعا هناك تقصير أو هناك ضعف في وتيرة المساعدات من المنظمات والإغاثية والإنسانية. في ظل هذا النقص، ما هي الخطط المستقبلية التي وضعتها المنظمة لرفع المعاناة أكثر عن النازحين؟ والله هم يعني بالدرجة الأساسية يحتاجون إلى الغذاء والدواء وهذه الحاجيات الأساسية، ولدينا برنامجنا المتواصل المستمر بحسب ما يحتاجه بحسب ما يتم الاطلاع عليه من التقارير الميدانية لزيارة فريق المنظمة لهذه المخيمات والاطلاع على حاجاتهم والوصول بالإضافة إلى تلبية المناشدات توصلنا من هذه المخيمات والنازحين في المختلفة المنتشرة في عموم المحافظة الأنبار وكذلك المحافظات الأخرى في الموصل وفي السليمانية، بعض هناك أيضا نازحون والمناطق الأخرى، ومستمرين إن شاء الله في كل ما نستطيع من تقديمه من هذه المواد التي يحتاجونها والمساعدات المختلفة بحسب ما توفر الإمكانات للمنظمة وتقديمها لهم. كان معنا المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.